الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس حكيمك وحقونه قلت المامي قف كستو أنك أنك متع إنو كدد لقولك سديدك إيه هذا الكتوسن صوابتا سببت وحيتا هيتا قفك وحي قارسينيسا خير يواناك فربضا وحي قارسينيسا درجة صري وحي قارسينيسا وحقو أؤايو أدون كيسي آقرة دي سبا سذا درتت باوالا ليا وحيابها قفك إنو هضل في عنكو هضلو خير يواناك وافقو وحادور كقعت صاحيبك واناك سن قفك إنو وحنكو هضلو إنو ديت أفلقا ديو وحن وناك سنين إنو سمينا وحاك دور كقاطع أو سبب النقض صاحب كحن بعد ميساط هاي أيان وحكت المامي دونا صاحب كوناك سن قيمة إي وناك أولي هاي يميش أوكو أرورين دونا صاحب كحن لباتر إي مشاكل كأولي هاي يميلها أوكو جين دونا قف كستو أنك نغمت أه صاحب أولي هاي لكن صاحب كاقوا كما صاحب دانا واته غبر كستا او مسلمات واني اسكا اكتا اسكا نفيرسا يي لصاحب ايسا واني اغاتا يا صاحب كون نقن كروكو انفعي كرا صاحب حالي لهذا قفك مركز تكو اكتاغن قفك اد نفتا وذاكتان قفك اد وح اسكو شاغتان قفك دبكاغ او دبادان اكو فرحة كاسا صاحب لي رهدا سذا درت صاحبك وهضو مدح النقضة ودبات آدي آد أبضا حديثا ننفي عن النقضة أم قف ونك سنة خير إي ونكبوك جارسينيا سذا درت صاحب وحق هريا والله بابا إسقبتا إلهي أوت المامي سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صاحب ذا وحلو لجي ذا حاسك إلى مكو تلماما يددك إسحانك الله سمينا درسك وناجية والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب صاحبك إن عاججوك حاسك قال له لجي ذا صاحبك أيا اللي رهذا ربي وحو تلمامي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلهي صاحبة ما يلان ولدنا ما صميصا حاسبا لولا جيدا صاحبك أقوه الركاقة سذا درت دوال حشا أو وحال لغو حشا الدين وحال لغو حشا ضب نمو وحال لغو حشا خير وحال لغو حشا محاريس وحال لغو حشا وح والب أو خير يواناق ليه سببت وحيته وصاحبة أنكو فاروقين من الله لم يشهد جوكتي جوكتا أكتا ذي كو قديسا كو قرا عنيسا سيحانيسا من إيكا آذيسا يمجرو هذي بحضي ما أنتو ننصو سعطو حقاقي مركا إيمانيسا سادرتت وصاحب كان أقوله أقونا قالسا أيضنا صاحب كيد والزوج كيد سادرتت بالله ربا صاحب ونكسا إني سميسة إننطا وزوج ونكسني وإني إن بدن إسكفي رسا وإني وحبدا إلهي سبحانه وتعالى كبر رضا ويا رسولك صلى الله عليه وسلم مركو لهد لايي مركو لهد لايي ضدك أولياء شاء إيه قبلها بليوح يري هاي ماذو نن الدين تيسا يدبي عديسا أضلط عظام قبله نصية هدا سيدا يلي ويسان أدونك في النقية فساد فربضا أيا عميم دونا أيا عميمي دونا بعد ما يسيداتا هاي أيا لبدا قول وحال الربا مد كستاكا كلا قفك أو صاحيب كتغانا يو قف وناكسا أو عن إنو أهابو دد دين تا اسكو كالمية حق إي وناك اسو الساعدة اسكو الرحمة دو اسكو الترحمة هديسا لكن ننكو أو دونتو قبر أوسن كدونا نن
dabeecad wanaagsan oo saaxiibad xun uu ka dhigto waxaa dhici karta inaan la daryadaynin inaan diinta loogu kaalmayn inaan salaad loo toosinin 24 saacna in looga sheekeeyo waxaan qiimo iyo wanaag ku jirin ayadana saasoo kale haddaba dadka noocaas ah waa inay wanaagii khayrka raadiyeen rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qof kasta oo adinka idinka mid ah waxa uu yeeshaa saaxiibkii diinta ee qof walba ha iska fiiriyo qofka uu ka khaliil dhiganayo qofkaad saaxiib ka dhiganaysa iska fiiri qofka saaxiib kuu noqonaya iska fiiri waayo qofka saaxiibkii diinkiisuu markaa yeeshaa qof kasta qofka uu ka saaxiib dhiganaya ha iska fiiriyo saaxiib wanaagsan iyo saaxiib xun baa jira rasuulka sallallahu calayhi wasallam asagoo labadooda tusaale noo kala bixiyey muxuu yidhi ninkas jaliiska saalixa ah ee saaxiib wanaagsan la fariista saaxiib wanaagsan samaystaa jaliiska saalixa ah iyo jaliis ee suu'a ah ka xaamilil miski iyo wanaafiqil kirba iskula mid yihiin saaxiibka wanaagsan waa nin dhala miski ah wataa catar buu wataa ift oo macnaha udgahaya waa saaxiibka wanaagsan wuxuu la mid yahay nin dhala miski ah wataa shay udgaya qof watuu la mid yahay saaxiibka xun ee diinta aan ku socon qofka la saaxiibana ka naafikil kiir midka buufinaha dabka lagu dhiliyo ee marka midida la soofaynaayo dabka lagu afuufee maqaarka ah ee dabka lagu dhiliyo kaa nin la saaxiibay buu marka yahay saaxiibka wanaagsan mar allaalla marka qofka uu ka saaxiib dhigto oo ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu la mid yahay nin dhalo barfuun ah wata dhalo catar ah inuu kuu mariyo inuu ku siiyo inuu kaa iibiyo intaa mid bay lamid tahay macnaha inuu asaga intuu marsado intaad la socoto carafta iyo waxyaabaha kale ka soo baxaya aad markaasanka la raacdo waa faa'iido inuu kaa iibiyo oo intaad gurigaagaad dhigato oo mar walba oo aad sii socoto oo aad masaajidka aadayso miskigii catarkii aad marsato waa faa'iido labaad inuusan kaa iibinin uu ku siiyo saddexdaa mid bay noqonaysaa maxaa loola jeedaa saaxiibka wanaagsan wax carfaayaad ka maqlaysaa hadal fiican buu ku dhahaa wanaaguu ku xasuusinaa aayad buu kuu sheeko fiican buu kaaga sheekaynayaa waxaan dembi lahayn buu kuu sheegayaa intaasoo dhan waa udug waa wax carfaaya qofku wuu ku raaxaysanayaa wax dhibaatana ma soo gaarayo waa saaxiibka fiican maxaa soo haray saaxiibka xun waa geedkaa buufinka ah ee dabka lagu dhiliyo rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam haddaad ag fadhiisato saaxiib xun adoo kan midida midida maqaarka ku buufinaya dadkaadadoo ag fadhiistay ayay lamid tahay inuu marada kaa guwo maxay tahay inuu markuu saa usoo buufiyo dabka dhimbilo ka soo baxaan oo markaa maradu ay kaa gaartay maradu kaa gubato ama inaad ur xun ka hesho laba inuusan dab soo qaadino maqaarka markuu saa u buufiyo urka ka soo baxa kusoo gaara wax xun buu kaaga sheekayna waxaan fiicnin buu ku dhahayaa xatooye iyo wax xumaan iyo xaaraan buu kaaga sheekaynayaa idan ur baad ka helaysaa oo waxaas uu kuu sheegaayo iyo waxa uu kuu samaynayo maanta oo dhanba waa wax xumaan ah amase inta xumaantuu kaaga sheekeeyo aad gasho yaa ku gubanaysaa marka lagugu cadaaba marka labadaasay kala mid yihiin qofka saaxiibka xun la saaxiiba iyo qofka saaxiibka fiican markaa la saaxiiba ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa munazalka wuxuu ku tilmaamay laba qiso qisana ay dhex martay nin saaxiib xun warkiisa raacay oo yeelay saaxiibka xunna duufiyey meel xunna markaa marsiiyey kadibna cadaabkii ku arooray iyo nin saaxiib wanaagsan intuu samaystay markuu saaxiibkii macnaha saaxiib xun intuu yeeshay ka orday oo amarkiisii wuxuu u sheegayay aan markaa raacin kadibna ka fakaday oo ka badbaaday saaxiibkii wanaagsanaa uu raacayna sabab ay u noqotay inuu jannada ilaahay galo wa tacaala saasaa marka qur-aanku tusaalooyin iyo waxyaabo waadixaad ah oo cadcad ah uu u tilmaamay labadaa qiso waxaana loogugu talagalay inaan ku cibro qaadano ogaano sida xaalku yahay iyo wanaagga iyo sida saaxiibka xun saaxiibka wanaagsan kuu wanaajiya
iyo sida saaxiibka xun uu markaa ku xumeynayo aanu ku hormarna saaxiibka xun ilaahay asagoo ka hadlay ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم وحد حستا مالين ننك الظالم كأه قعنيس أوقنين على يديه ويوم يعض الظالم على يديه محول قنين يا وقومم وشلاي محاك الرأس يا صاحبهم محاكو جي صاحبهم إلى دركي سيشو محا صاحبهم كرأسية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني وحو أرانا يا هلا جي جي اتخذت مع الرسول بيلا محا الإله نبيجا جدكي سأودأ قدقا وايا محا الرسول كدردار كي سأقاذا وايا محا صاحب في عن أن صاحب قدقا وايا محا صاحب حن أراعي ساسو مركاليه يقول يا ليتني اتخذت سميستي مع الرسول السبيل وقوم مين يا وشلين يا ويلتا هلا جيجيو ليتني شليت ذي لم اتخذ محان سميستي فلانا هبل خليلا محان هبل صاحب بغدكتي هلا جيجي شليت ذي واختي غادي يقول دعي الهدوال لجوغا كالي ايمو وحنا دامونا يو شلايا يو قوممينا وقف صاحب حن صاحب كبكتي صاحب كحن وهل مقالو صاحب كحن وناك مقالو صاحب كحن قعلم مقالو صاحب كحن قيمة يشرف ملها يا ويلتا ليتني هلاقي ديو شليت ذي ذي لأتخذ فلانا خليلا هب المحن صاحب وقبكتي معوك سميي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ذكري جيبو إيجادومي دينكو إيجالي حي صلاتك شذو إيجالي حي صاحبك حن إذا أبدو أبو صعبة أو أتسنى صعبتان حدي صلاة لآذامه أو حتى أي صورة قل نقطة إنا لحطوط هذا وسوتو كان ورهد وقتو كان إذا صبحو كليه ناشو كراعي لها أو كل كلمين لها أو عبادة أو كحصوصين لها سادر تدبو رسول قف كستو أو مضح نقضة لبس صاحب الله سميا بطانة تأمر خيرك أمرك أمرك هي مد شرط أمرك مد كشرط خيرك أوله لضونا سبحانه وتعالى وحال الله سمي بطانة في عن صاحب ونكسن هدو حسوستنا أسيك المية هدو إلو بنا حق حسوسية لكن كان أن خيرك دونين شرط لضونا صاحب حنب الله سمي هدو حسوستنا موك المينا هدو إلو بنا محسوسنا مرك وحو ليه لقد أضلني عن الذكر وحو إيقدمي ذكري وعدي إيوانبي بعد إذ جاءني مركو إي متكذب وكان الشيطان الشيطان كنا وحو أهاضي للإنسان خذولا إنسان كمدك رؤوه جي أيو أهاضي بويري إلهي سبحانه وتعالى مرك تاوحي تلمامي صاحب كحن قف الله لقفك راعة وحو كؤرورين دون عذابك وحو قلين دون ميشا لكن ككبت بادي صاحبك حن سيحل في سنقونا يا أهل الجنة مر الله لمركي جنة قالان سيدة إلهي تلمامي سبحانه وتعالى وحو إلهي أهل الجنة مركي جنة إلهي قالان وخيرك إي وناك إي كد حسوغيهين أيقو جنة بي كد حجرو كد حراحي صنايا أيانين صاحب حن لها وحمان إي وحيا وكلا أقو عجري أيا وحو قابل يا أهل الجنة إلهي أصغو جنة كشيكي مركه روحو يري إلا عباد الله المخلصين أبو مذي إلهي إيه خالص كما هاني إنت كلا عذاب بيليهين أولئك لهم رزق معلوم كوا أهل جنة وحيلي رزق معلوم أهو ليقانو فواكهو وهم مكرمون فواكه يوحل لغو الرحمة أيغو الله إكرامه في جنات النعيم نعيم جنة بيليهين بو يري إلهي سبحانه وتعالى جنوي النعيمة أي مركا كود حسوغنيهين أي مركا كود جيران أو خير كاس إيا وناقا أي مركا كود حسوغنيهين
وإلهي أبتيس أي كجرا في أي ثواكب وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر بلين سرر أي سرير الحدود أي مركا إسكو قابلين سرير أي الحدود أي كدح جيران أي مركا إسكو قابلين يضاف عليهم بكأس وحل لو ريغا يا أولا طواف يا قلس قمريط من معين الحق ذكاء هاتي بيضاء لذة للشاربين وي معدهي وي عبهيان وي نعضهي قدتك عبين وي أمعدهي كو ريري مايان كو نفر حنوني مايان وح عقلي قررنا يا معها قبل إن دقى بيبا أكتو دجوغا كأنهن بيض مكنون وكن لها باس مورد مودا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل جنه قاركود قارك كلو إسقابلايا ويشيكي صنايا نمبا وحصو حصو صنايا صاحب حن أولا هنجري وإلهي كبد بابي أو كقعل نقضي أو كتقي إسو إلهي أقولي قال قائل منهم وهطلا يو أيك مذا أهل جنه وحليه إني كان لي قرين وذيبا لهنجري قرين يا صاحب أيان مركا لها وحويده جري يقول أئنك لمن المصدقين قرأتي وانكا يا بنا هيا مددك إله رميسان باتك متها لمنا والسواب حنا مد رميسان تايوا صاحب حن دينت إيميلها خير كبضن بو كل حين آخر الربائن إلوسي يقول أئنك أذيق موحاك متى هيدتك مصدقين تأهير رميسان أئذا متنا هديئاً إمانو أو وكنا ترابا أن عرم نقونا إيا عظامي لفضابا أي أئنا لمدينونا أنا قمنا لأبال مارينا آخرا ما نلوصو بحينا يا ورنك صاحبك أن أهنجرني وإلهي إقبت بادي وهذا الكائده جري ما أنت جنادا وانك لا أهي آخرا نخفك جنال لغا وينار بوكو جنال قفكي نارت لقصوا أين جنده مركا كجرا وهي فريق في الجنة وفريق في السعير لبدا وحكت حيائي مجرو ورننكي مانتا ميشا واكا لأهي قوري كلو ميشا كويا المجرو أو أن نارتا أهين وحان ربا إنا مبحو أو نارتا كصوفيرية قالتم مطلعون ما إلا صوفيري نيسان أهل الجنة سائي بدي سوليه يا إراعايا وحان ربا إنا انتا نارتا تغو أننكا كصوفيرية وابحيا ننكي أسجي أنت الرعذبة فطلع وصوت طالعنا أو عصوف في رنا يا نارتي فرآه وحوك أرك يا منك صاحبك أها إي إلهي كبت بادي إي صاحبك حن أهايو في سواء الجحيم نارت الجحيم الصلك يذكو أيناي هاس أجر أقبناي قال وحولي هاي تالله إن كت لتردين الله قد بارتي وحد ستة إنا دي هلاكته صاحب حن أهيب خير ما يقولوا عجرين وصلاد أن آدم ما يديه جرين ما يحسوسين جرين وناك مش يجي جرين تالله إلهي بان قطر طيبو ليه إن كدت لترديني إن إهلاك تبسكتي ولولا ربي ربي إن أدي سهطيسا إهليلي لهين لكنت من المحضرين هو ما شاء الله سوى حاضريا كمدأها صاحبك قفك وتأثيريا صاحبك قفك وبدله صاحبك قفك وحوكتك وحمتقانا صورة وغتغرفة له سادرت إن كان صاحب في حنبوك صاحب حنبوك بدبادي كاسنا صاحب حنبو راعي إن كان صاحب حنكبت بادي صاحب حن سمستنا إلى خيري ونقبو قرسية كي صاحب حن انت الراعة صاحب حن وركي سمستنا ساسا مركا قدام بيسا ولولا نعمة ربي ربي جين عدي سهديسا إوافق لهين إلهي إيسو قاري ماهي لكنت وحن أهل لها من المحضرين كو الله سو حاضر يأي ميشا لكينو أيا كمد أهل لها ميشا سو أغسو تغيي جندي ذي إساقسو نقو ميشا سي كتمتو عيان كنا راحي سنايا إذن قفكي صاحب حن راعنا مسير كيسا ميل حن واي قفكي صاحب ونكسن راعنا مسير كيسو ميل ونكسن إلى حق وحنك برينا إنو حق من نوافجيو نغانا إيوان نغونا أرزقو أصدقاء يا صاحب ونغونا أكسل نغانا إلاليو أصدقاء يا صاحب حن حن آه وصبب نوغو نقضى إن الحذابك إلهي لنو بل سإلهي سبحانه وتعالى إنو نوافجيو رفيقي مبضا ونك يشرفنا له وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.
هاليقة جاهل سؤال كلامه إنه واحد سؤال القبائل يا مجرى شيء هو دليلي هاي شيء تفسير وقسم بحاي قال كان يجيب هذا الروح كآخر يجيب محاضره سؤالين ويجينا مهمنا سؤالين الشيخ ويجينا مهمنا ودليل الشيخ لو ده كريه ولا جاهل بها وحتى الشيخ قفصر قلاء يقول لي هاي وصر قلاء قفل يقول لي هاي هدوء صوبته ما كان مع الموت قلاء نيسته ما هلا فضلي فما كان بري فما كان بري فضلي جدا مهلا يا شيخ ضيفة شعاس إبراعي سي هذا المغلش ضيفة قوان انت سكرير فاك قوان سؤالك كلام تيران سؤالك كلام تيران شيخ سوى قفصو سؤالك كلام تيران شيخ لديم مايو لا خير عصير الرحمن الرحيم وحين كجرنا طوال مع الموضوع عرفاء مربا مركا كدن بيسانا خير فربضن با إلهي نصية سبحانه وتعالى انت أصنا إني ذاك الدنبدا في مغفرة لان بالوغو تلقالا رمضان بان كسوا بحني دنبدا فلها وحي كجرنا طوال آدية بفضل بضن هبين إلى تلو قدري وحصلوا لسوق الدنبدا فا صوان كيا نقدا ماذي هل ما نبان عيدني ست شوال با بلابتي قفك رمضان صوما لح شوال نقدرا كأنما الصائم الدهر وان انسان الصومي او كاري وكسو قدبني ذي الحج بابرتي طبان كهوري قفكي عبادة في عن سميستا ولو دم بدافا قاس تنساقالك ايمان انت عرفو مبقو لسي جرتبه مركي داماتو محرم بان على نيسا ساقالك يتوقع لصوما هل سنة دم بقود الله قدافا ساقالك قفكي صوما سنة صوصو عطا إيه سنة تكتي دم بقيدة إلهي قدافا سبحانه وتعالى كل حاصل مناسبين واي إلهي نوبو تلقل إنا قيركو قرنو ذاتك قلوين كاللغو ليهي هو بشا رمضان كاقل الله ياشي إلا هدنا أم قدين هدي عرفة إيرالان إني سومان عرفوا سومايان لكن مالين تساقالاتك أما طبان كان مالموت تقالك أقوه رأي قاسة مالين تواند واعيدي قفكي مركا سوما قلنا اللغو لها هدو قلاهان أني يستو قلي كن نقون إسرائيو تي عرفة كمان قفكي عرفهان أني يستو تي عرفات قولي قلدي والله ويا لنا لكن معنوه معها شن ما الموضوع اللي يقول لها شن ما الموضوع عرفان صومي عرفان ويقى قدا قلن ويقى قدا تامر كامل نقوانيس إن شاء الله تعالى وهي رمضان كان سيقاس اللي سيقربا وحي سنوي تهنا سيقاس أي مركا اللي سيقربا تاكلا وحنكوسي قبابين هذاك قلد اللي ويا لنا يمر بضل انت سمناصبات كإيمانين با إن قلد اللي سيقى قدو وهي هات صونكي ومركو دماغي شوال وصد المالموت هي ذو القعدة أصدم كلا أهي ما أنتو بيشو سدح توبري أفر تهي وأفر إيا لحدا مع الموت سدح عم أفر موضع لغوية يا شيء محاولو قدي وياي هذا دي كلا هاي مارك إن شاء الله تعالى قال لنا هل يسكب قدو ويحي مناسب ويد أن هل قفا إذا يستو هدي اللي يراهدو قفك قلضة لبو ليه هاي عرفا ما بلغ أقبالا ينا وحوغا وحوغا وحي مقنسا إن كستو لغا هبونا ويفعني إني قلد قدان هدان قفك هدوسا مقلد ولي قدين هذا وسكسوه مكرا مناصبة كدبنا قلدي سكلال بوك قدنيا وي إلى وقت محدد أهو مصامين وحو نجري كذي قفك الصومي أو صومك كتغي أم جراء مصفر فعدة من أيام أخر ما المك لها صوق الله مركا ما المها جينا إسكاك صوق الله سو كان أجر حساب سو هل كان معلومات إسكالات كي لا صومو سنة تكتي إسنة صوصة تلسكودن بنافا نيسن كافكا إن شاء الله تعالى صون أب عرف صونتينا قالنا وحيقا نقونيسا عرفنا وحيقا نقونينا هائهين سيداتك إبيه جيرين شوالك مركان جوبني واسيوميا قالنا وحيقا قدايا شوالنا وحيقا نقونيسا مركان مجرد إن شاء الله تعالى متكستسيقوني أياقفك الله وقتارك لي وبالله توفيق والله أعلم.